الخبر الأول مشاهدينا الأعزاء، إغلاق المحلات 9 مساء. جميعنا قرأنا أخبارا كثيرة وأنباء تم تناولها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر مواقع الإعلام والتواصل التفاعلي، ولكن للتأكد من صحة هذا الخبر ومعرفة آلياته وإجراءاته أرحب بضيفي العزيز الأستاذ خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. حياك الله أستاذ خالد، أمسك بالخير. مساك الله بالخير أخوي عزام، ومساء الخير للمشاهدين. يا أهلا وسهلا. يعني أستاذ خالد، ودنا لو تكلمنا شوي عن هذا العنوان. لا طبعا، هو هذا مشروع نظام تحديد أوقات فتح المحلات التجارية. هذا المشروع تقدمت فيه الوزارة بهدف طبعا تنظيم السوق ووضع السوق جاذبة للسعوديين. جميل. وهناك أيضا يعني فوائد أخرى تخص جهات ثانية، يعني مثل مثلا الطاقة، عدد الطاقة مثلا، الأشياء الأمنية، إضافة إلى الزحام وغيره. طبعا القرار أنه هناك يعني حيكون إغلاق المحلات الساعة 9 الى الساعه 6 صباحا. القرار طبعا او مشروع القرار هو في استثناءات عديده. الاستثناءات تتعلق في مثلا المحلات التجاريه في المنطقه المركزيه في مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، هذه تكون اوقات فتحها وفقا لما يقره مجلس المنطقه بالتنسيق مع الاماره. ايضا المحلات التجاريه في شهر رمضان تكون اوقات فتحها وفقا لما يقره مجلس المنطقه ايضا. جميل. طبقا للظروف، على ان لا تتجاوز الساعه 2 صباحا. ايضا المحلات التجاريه التي تتطلب الحاجه فتحها 24 ساعه يصدر بتحديدها قرار من معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه لان هي المعنيه، ويوضع لها ضوابط. ايضا المحلات التجاريه التي تتطلب طبيعه العمل فيها قبل الساعه 6 صباحا تكون اوقات فتحها وفقا لما يحدده ايضا وزير الشؤون البلديه والقرويه بالتنسيق مع وزارتي الداخليه. جميل. ووزاره العمل والتنميه بحسب تصنيف نشاطها وطبيعه عملها. جميل. على ان لا تتجاوز اوقات اغلاق الساعه 9 مساء ما لم تكن مصنفه ضمن المحلات المحدده. جميل. يعني بالقرار. ايضا يستثنى من القرار المراكز الترفيهيه ومدن الملاهي ومراكز الالعاب والمطاعم والمقاهي، توصف محلات تجاريه تكون اوقات فتحها من الساعه 6 صباحا وحتى الساعه 2:10 ليلا، وفي ايام الاجازات والعطلات الرسميه المدرسيه تكون حتى الساعه 1 صباحا. هناك طبعا غرامات تطبق على المخالفين، غرامات تتعلق بالانذار الكتابي وغرامات الماليه لا تتجاوز 10 ريال، او اغلاق المنشاه لمده لا تزيد عن 5 ايام. جميل جميل. استاذ خالد، هو لا يزال مقترح تم رفعه من قبل الوزاره؟ احنا الان طبعا هذا المشروع حيطبع قريبا بالتنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه، حيطبع الجهات العليا ويتم اقراره. جميل. احنا كلنا طبعا شفنا اراء مختلفه استاذ خالد ما بين مؤيد ومعارض لمثل هذه المقترحات او القرارات، لكن يبدو لي وانا بعد طبعا قراءتي واطلاعي على الموضوع انه في فائده راح تكون قويه جدا في عمليه سعوده بعض القطاعات والمحلات، خاصه انه الساعه 9 راح تغلق، فبالتالي راح يصير وقت العمل مناسب اكثر لابناء وبنات المملكه، ولا انا غلطان؟ لا صحيح طال عمرك. هو القرار يخدم سوق العمل، يخدم التوظيف، لان يعني لا تستطيع ان تنافس العمالة الوافدة في سوق يعني مفتوح اوقات كثيرة، في اوقات انت ما تحتاج يعني بعد الساعة 9 ما تحتاج بعض المحلات اطلاقا، ممكن تحتاجها في اوقات ثانية. طبعا الاشياء الضرورية زي ما قلت تحدد وفقا لاستثناءات وقرارات، لكن مثلا في محلات يجب ان تغلق لانها ما لها فائدة، بامكانك ان تؤجل يعني عمليات الشراء او شيء الى وقت يعني افضل يكون وقت النهار. وايضا زي ما ذكرنا انه احنا هدفنا في الوزاره انه ايجاد فرص عمل. جميل. للسعوديين ايضا الشباب عندهم يعني حياتهم الاجتماعيه، فبالتالي هو لما يعمل في هذه الاوقات المحدده فيستطيع ان يكون هناك يعني عدل مع اي عماله اخرى، الذي لا عنده يكون ما عنده حياه اجتماعيه ابدا، يعني يكون شخص عايش يعني هنا لوحده عامل،
فبالتالي هو يفتح في أي وقت ويفتح وقت متأخر حتى لو ما كان هناك مثلا أي مبيعات، لكن هو حيكون ضرر على الاقتصاد جميل الوطني، هناك جميل مخاطر أمنية أيضا. جميل، شكرا جزيلا أستاذ خالد، يعطيك العافية، ما قصرت، شكرا. طبعا مشاهدينا الخبر الثالث أو الثاني آسف ليومنا هذا هو طبعا بعنوان المرور يعلن عن أكبر حركة نقل للأفراد، وللتعليق على هذا الخبر أرحب بضيفي وضيفكم العقيد طارق أربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، حياك الله عقيد طارق. يا هلا بك، حياك الله أخوي عزام. قبل لا نبدأ كل عام وانت بخير بعد الزحمة أولا، وثانيا ألف ألف مبروك الترقية. الله يطول لي عمرك، وأول شيء مسي عليكم وعلى السادة مشاهدي ومشاهدات، وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، وكل عام والجميع بخير، وبيض الله وجهك على المباركة هذه. الله يسعدك والله يبارك. هالمباركة من أسرة استوديو الإخبارية ككل، تأكد هذا كلهم إخواني بدون استثناء، الله يوفقكم إن شاء الله عقبال إن شاء الله، ما نهنيكم في أفراحكم، أفراح إن شاء الله مستمعين ومستمعات، والحمد لله هذا من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى، تقدير وتكريم ولاة الأمر. الله يعطيك العافية وانت قدها بإذن الله. عقيد طارق، أنا يعني عنواننا هو أنه المرور يعلن عن أكبر حركة نقل للأفراد، في البداية كم عدد المنقولين؟ وفي بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بداية الأمر هو الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لولاة الأمر، و من بعدهم متابعات وأشراف معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج الله يبيض وجهه، يعني أشراف كامل على هذا العمل وتوجيهات سديدة دائما. الشكر طبعا كذلك للسعادة اللواء عبد الله بن حسن الزهراني مدير إدارة عام المرور بالنسبة لاحتواء هذه، يعني لا ما نقول معبر، لكن أعتقد في جميع الجهات عندهم يعني نفس المشكلة هذه، لكن الواحد قدر المستطاع أنه يعني إذا يقدر يساعد في تقريب الموظفين لمدنهم أو ذويهم، هذا اللي صار عندنا والحمد لله على التوفيق. العدد تقريبا الإجمالي خلال يمكن تقريبا أقل من شهر، طبعا هي قرارات يمكن ثلاث أو أربع قرارات لكنها كانت في شهر واحد. جميل. 768 عسكري من الأفراد، طبعا مختلف الرتب من جندي حتى تقريبا رئيس رقابة. جميل. أو إلى رقيب أول، طبعا هذول شملهم حركة النقل حسب الأقدمية بتقديم طلب اللي هو نقلة من المكان اللي هو موجود فيه العمل الموجود فيه من مدن المملكة إلى المدينة التي يرغبها، سواء يعني أهل موجودين فيها أو مدينة أخرى يعني هو طلبها تحديدا. جميل. يعني جميع المنقولين نقلوا الى المدينه اللي طلبوها، وليست اقرب مدينه للمدينه اللي طلبوها، يعني كانت على الرغبه الاولى. نعم، هذه بالنسبه للمنقولين. والحمد لله على تحقيق هذا الشيء، تم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود جميع الزملاء في اداره الشؤون الاداريه في الاداره العامه للمرور، على رأسهم سعادة العميد محمد بن سليمان حدان، الحقيقة يعني اليد الطولة بعد توفيق الله في يعني هذا العمل بتوجيهات من سعادة اللواء عبد الله الزهراني، طبعا لسد الثغرات أو سد ما يكون هناك يعني خلل بأداء العمل أو العجز. الحمد لله تم تعيين عدد 1425 عسكري برضه من مختلف الرتب هذه السنة، بعضهم يحمل الشهادة الجامعية، وهذا شيء مميز بالنسبة للأفراد المرور المعينين حديثا. هناك رتب من يعني من جندي حتى رقيب، طبعا رتب الأعلى اللي هو كل رقيب ورقيب بعضهم يحمل الشهادة الجامعية، وإن شاء الله تعالى يستفاد من تخصصاتهم في أداء المسؤوليات الموكلة لهم. جميل جميل. ايضا بالنسبه للمعينين، يعني جميع المعينين ان لم يكن اغلب عين في الرغبه الاولى وعلى حد اقصى الرغبه الثانيه بالنسبه للتعيينه الجديد. عاده يكون التعيين حسب حاجه الادارات، يعني نطاق المملكه 16 اداره تقريبا، من غير الرجوع يكون للرغبات، لكن يعني المره هذه أخذ بالاعتبار تقريب يعني المعينين إلى يعني ذويهم، و يعني المطلوب من الكلام هذا أنه يكون هناك إن شاء الله تعالى أداء أفضل. صح.
إنتاجية أفضل. أكيد هو مع النقل، مع النقل عقيد طارق للمكان المناسب أكيد أن هذا له أثر كبير جدا نفسي، مما راح يؤدي إلى انعكاس الأثر النفسي الإيجابي هذا على أداء الفرد، خاصة يعني الأغلبية غير متزوج، وتعرف أنت غير متزوج يكون يعني ما يكون بعيد عن أهله، يعني يضطر إلى الاستئجار لوحده والأكل والشرب لوحده، يعني جميع مقتنيات يعني حياته اليومية تكون دائما فيها يعني دفع، فبالتالي يجي آخر الشهر يحصل الراتب يعني ما يكفي المعدل الموجود، فهذه أخذت بالاعتبار. وكل إن شاء الله تعالى يعني الأماني بينهم التوفيق، وأنه يعني يستفاد من مواقعهم، وأن تكون هذه إن شاء الله بادرة خير لهم وإن شاء الله لزملائهم القادمين. الله يقويكم. طبعا تم تدعيم الإدارات ب 13 ضابط من الضباط حديثي التخرج، إن شاء الله ينفع بالجميع وأن يعني يبارك لهم فيما أعطاهم. اللهم آمين. عقيد طارق أربيعان شكرا جزيلا ويعطيك العافية، والله يقويكم يا رب. شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا خبرنا الثالث والأخير في فقرة أخبار المناطق لهذا اليوم، ما زال المشهد مشاهدينا يتكرر، درباوي يدهس شاب في شارع عام. طبعا هذا الخبر بأمانة مؤلم، هذه العادة تتكرر وبأمانة هي عادة مؤلمة. خلينا نسمع من الأستاذ خالد الدوس الباحث الاجتماعي تعليقه على هذا العنوان. أستاذ خالد حياك الله ومسك بالخير. يبدو لأنه إحنا خسرنا الاتصال مع الأستاذ خالد. هو على كل حال في هذه الأثناء يتم التجهيز الاتصال مرة ثانية إن شاء الله. هذا الحدث اللي طبعا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شفناه في عدد كبير جدا من مواقع الإعلام التفاعلي، عدد من الصحف والقنوات تناولته، والآن إحنا نتناول على طاولة الاستوديو الإخبارية، لأنه بأمانة هذه المشاهد، وكما قلت في البداية ما زالت هذه المشاهد تتكرر، هذا المشهد تكرر أكثر من مرة ولا يزال بأمانة هذا المشهد يؤلمنا أكثر وأكثر، لأنه فيها خسارة أرواح كبيرة جدا. كان معنا قبل شوي العقيد طارق ربيعان، وأنا أحب أني أنا أقتبس اقتباس هو ذكره مش في حلقة اليوم وإنما في أحد الحلقات قبل تقريبا 3 أسابيع أو 4 أسابيع من الآن. ذكر العقيد طارق ربيعان بأنه إذا كان الشخص لا يخشى على حياته وهو يسرع أو يفحط، كيف راح يخاف من مخالفة مرورية؟ لابد أن احنا نخاف على روحنا ونعطيها قيمتها. رجعنا لنا الأستاذ خالد الدوس الباحث الاجتماعي، حياك الله أستاذ خالد. حياك الله أخوي كريم، يا مرحبا. يا أهلا وسهلا. تعليقك الله يخليك على هذا الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أولا أشكركم حقيقة على تبني طرح مثل هذه القضايا المجتمعية الهامة تهم حقيقة الفرد والأسر والمجتمع. إيه نعم، ولا شك طبعا التغيير الاجتماعي اللي مر الآن مجتمعنا السعودي فتي، ما أقول مجتمع فتي لأنه تركيبته الديموغرافية أو السكانية تعتبر طبعا شبابية يعني 70% من التركيبة الديموغرافية 70% شباب أو 65% شباب. طبعا المجتمع يمر بتحولات اجتماعية وتغيرات ثقافية واقتصادية ألقت بظلالها على كثير من النظم وعلى كثير من المؤسسات والعادات. وعندما أتكلم عن النظام الأسري، طبعا النظام الأسري الآن يمر مرحلة حقيقة يعني من ناحية الدور البنائي، دور الوظيفي في القيام بالأدوار الهامة، تنشأ الأخلاقية، تنشأ السلوكية والتربوية والنفسية والعقائدية للأبناء. وعندما تقوم الأسرة بدورها التربوي من خلال تنشأ السوية، سواء تنشأ الاجتماعية أو تنشأ الأخلاقية أو تنشأ التربوية أو القيمية، لا شك تنعكس على سلوك وثقافة ووعي كثير من الأبناء. وهذه الظاهرة لا شك طبعا تشكل خطر ودلالة على أن هناك خلل وظيفي في التنشئة، خلل وظيفي في البناء الأسري. الأسرة تحتاج بالفعل إلى إعادة صياغة واقعها التربوي بما يتماشى مع معطيات وتحولات العصر. أستاذ خالد، مين نلوم؟ اللوم على مين؟ الحوادث هذه قاعدة تتكرر، قلت مع جهود المرور، يعني خلنا نكون منصفين، هي قلت التفحيط، قل بنسبة كويسة وكبيرة بأمانة بجهود المرور حتى بجهود الأسر، ولكن الآن احنا نلوم مين؟ احنا الآن قاعدين نخسر أرواح كبيرة جدا في التفحيط والسرعة وما إلى ذلك، نلوم مين؟ اللوم على مين يا أستاذ خالد؟ على مؤسسة تنشئة اجتماعية، واحد الأسرة، للأسرة إذا قامت دورها من ناحية التربية السوية، التنشئة الاجتماعية الإيجابية، لا شك تنعكس على سلوك وعلى ثقافة وعلى وعي كثير من الأبناء.
لكن نرجع للأسرة رقم واحد. اثنين، المدرسة المؤسسة التعليمية لها دور كبير في تنمية السلوك وتعزيز القيم الأخلاقية وبناء شخصية الطالب بما يتوافق مع قيمه وعاداته وقيم الدينية في المقام الأول. لا، برضو المؤسسة الإعلامية لها دور كبير في رفع سقف الوعي الأسري. المؤسسة الدينية والمؤسسة الدينية حطها بين قوسين لأن لها دور بارز، لها دور بنيوي، لها حراك بنائي في 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 في, في رفع مستوى الوعي الأسري، في تحقيق الأمن الفكري، الأمن الأخلاقي والاجتماعي. المؤسسة الدينية في دراسة أجريت على دور خطب الجمعة وتأثيرها في إيصال المضمون والمحتوى مقارنة بوسائل إعلام الإذاعة والتلفاز، وجد بالفعل أن تأثير خطب الجمعة أكثر من التلفاز والإذاعة في إيصال المضمون والمحتوى. لذلك مهم جدا أن يكون هناك تكاتف ويكون هناك تكامل أدوار مؤسسات الإنشاء الاجتماعية، الأسرة رقم واحد، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الإعلامية، الطبقة المثقفة أو المؤسسات الثقافية، بالإضافة للمؤسسات الدينية. لأن إذا تكاملوا هذه الأدوار لا شك حينعكس على بناء شخصية سوية للشاب وللفرد السوري. طيب أستاذ خالد، قبل لا أختم معاك بس هو سؤال أخير. بعض الأسر يقولون إحنا نربي عيالنا إلى 6 سنوات إلى ما يوصل للمدرسة، إذا وصل للمدرسة المدرسة أكيد أن مجتمع مختلف، راح يقضي ما لا يقل عن 6 ساعات يوميا 5 أيام في الأسبوع في المدرسة، فالمؤكد أنه راح يتغير، المؤكد أنه بيئة المدرسة راح تغيره. فبعض الأسر الآن يقوم باتهام المدارس بأنه أنا أربي ابني أفضل تربية، وتجي المدرسة بيئة مختلفة تقوم بالتأثير. ما نقول 100% ولا نقول حتى 90%، أنا ما أقول أي نسبة معينة، ولكن هذا آراء بعض الآباء والأمهات يقولون أنه في تغيير من قبل المدرسة. أنت وش تعليقك على هالنقطة؟ أنا طبعا أتصور أن العملية مشتركة ما بين الأسرة والمدرسة لأنهم مكملين بعض. الأسرة تقوم بدور غرس القيم وغرس بذور القيم في البداية، المدرسة تقوم بتنمية هذه القيم وهذه الاتجاهات السلوكية وهذه الاتجاهات الأخلاقية بما يتوافق مع قيمنا الدينية وعاداتنا الاجتماعية الأصيلة. لذلك الدور مشترك ما بين الأسرة وما بين المدرسة. جميل جميل، شكرا جزيلا أستاذ خالد، يعطيك العافية. حياك الله، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.